هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، أهلا بكم معنا في جولة المراسلين. من زيارة بوتين إلى ماريوبول وإضرابات فرنسا، الأحداث الساخنة في اليونان، ملف اليمن أيضا وسخونته، ننتقل معكم على شبكة مراسل القاهرة الإخبارية في كل مكان لكي نتعرف على أبرز وأحدث هذه الأخبار. نبدأ معكم من روسيا، حيث أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة عمل إلى مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك. قال الكرملين إن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر ثم قاد سيارة تجول بها في عدة مناطق بالمدينة، توقف لتفقد بناء الأحياء الصغيرة والمرافق الاجتماعية والتعليمية والمرافق الطبية. كما عقد بوتين اجتماعا في مركز قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في روستوف، واستمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القادة العسكريين. حول هذه الزيارة لبوتين ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك مباشرة. إذن أحييك حسين، ونتحدث حول هذه الزيارة المهمة لبوتين. هل يبدو أن هذه الزيارة جاءت مفاجأة لبوتين إلى ماريوبول، أم أنه كان استعداد مسبق لكي يقوم بهذه الزيارة؟ نعم حساني، بعد التحية، الكرملين منذ قليل جاوب على هذه الأسئلة وأكد على أن الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ماريوبول ومن ثم الانتقال إلى مدينة روستوف وزيارة مقر قيادة العملية العسكرية الروسية هي زيارة مفاجئة. الرئيس بوتين قام بهذه الزيارة، هذه الزيارة لم يكن معد لها مسبقا في وقت سابق، هكذا أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف منذ قليل. بوتين زار ماريوبول وتفقد سير تطوير البنية التحتية والأبنية وبناء الأبنية التي تدمرت وتهدمت نتيجة المعارك القتالية التي دارت خلال الأشهر الماضية في مدينة ماريوبول بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني. الآن بوتين بعد تفقد هذه المدينة اطلع على سير عملية البناء التي تجري داخل مدينة ماريوبول، كما أيضا استمع بوتين إلى بعض المشاكل التي يعاني منها سكان هذه المدينة، وبوتين أعطى التوجيهات إلى سلطات المدينة وإلى الدوائر الروسية بضرورة تصحيح وإزالة جميع المشاكل المتعلقة بتأخير دفع الرواتب وأيضا بتأخير تسليم المنازل إلى السكان الذين تم إعادتهم إلى هذه المدينة بعد السيطرة عليها وضمها من قبل روسيا. أيضا بوتين عقب انتهاء زيارته إلى مدينة ماريوبول الحساني زار مدينة روستوف الروسية وتفقد منطقة العملية العسكرية، حيث كان في استقباله رئيس الأركان وقائد العملية العسكرية الجنرال فاليري جيراسيموف عفوا، وأيضا نائب القائد العملية العسكرية الجنرال سيرجي ساروفكين. اطلع بوتين من ضباط وقادة الجيش الروسي على سير العملية العسكرية والتطورات العسكرية. أيضا الكرملين اعتبر على أن الرئيس بوتين أيضا اطلع من الضباط على ما جرى في مدينة بريانسك وبعض التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها روسيا. نعم، لكن يعني هذه الزيارة كما قلنا إذن حسين، ولقاء بوتين كما هو مكتوب على شاشة القاهرة الإخبارية بقادة العمليات العسكرية الروسية، يعني هل هو يريد أن يوجه رسالة إلى الجانب الأوكراني بأن هناك جديد أم ماذا؟ بطبيعة الحال حساني، زيارة بوتين إلى مدينة ماريوبول وأيضا إلى مدينة روستوف تحمل رسائل في طياتها، فالزيارة التي قام بها إلى ماريوبول هي تأكيد روسي للغرب وللدولة الأوكرانية بأن هذه المدينة إضافة إلى الأراضي التابعة إلى مقاطعة دونيتسك أصبحت أراضي روسية، وهذه الأراضي لن تتخلى عنها موسكو، وأي حديث عن أي وقف لإطلاق النار أو حل الأزمة الروسية الأوكرانية
يجب أن يراعي هذه السيناريوهات أو هذه العوامل، أي اعتبار هذه الأراضي على أنها أراضي روسية. أما بالنسبة لمدينة روستوف وزيارة بوتين منطقة أو مقر قيادة العملية العسكرية، بالتأكيد تحمل رسالة في هذه الزيارة، أو هذه الزيارة تحمل رسالة، وهي توجيه التحذير إلى القوات الأوكرانية بأن الجيش الروسي موجود على الحدود مع أوكرانيا، المقر العمليات العسكرية موجودة على الحدود مع أوكرانيا. بطبيعة الحال هناك مسارات تقدم ومسارات متسارعة للملف الروسي الأوكراني أو للصراع الروسي الأوكراني، لكن كما يتحدث الغرب عن أن روسيا تخطط لشن عملية واسعة، حتى هذه الساعة حساني لا يوجد أي مؤشرات في الداخل الروسي حول النية الروسية بشن عملية عسكرية برية واسعة في أوكرانيا. الخبراء هنا يؤكدون على أن ما تخطط له وزارة الدفاع، ما يخطط له الرئيس فلاديمير بوتين، لا أحد يمكنه أن يعلم به، فقط القيادة الروسية تبقي الغرب في حالة انتظار وفي حالة ترقب لما ستعلنه روسيا ولما ستقوم به روسيا، وتحديدا في المسار العسكري في الأسابيع والأشهر المقبلة. نحن حسان عشية زيارة الرئيس الصيني إلى الأراضي الروسية ولقائه بوتين، هذا أيضا تأكيد من قبل القيادة الروسية ومن قبل السلطات الروسية على أن المشروع الأمريكي الذي كان يخطط لعزل روسيا عن باقي دول العالم تم إفشاله. وأيضا الحديث الروسي يدور حول القرار الذي فرضته المحكمة الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين. بعض المحللين وبعض الخبراء تحدثوا هنا في روسيا حساني عن أن هذا القرار هو فقط للتعتيم حول زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا، وهي أحد العوامل من التي تقوم به الولايات المتحدة لكبح أي تعددية أقطاب ولإبقاء القطب الأمريكي سيد على هذا العالم، هكذا يتحدث الداخل الروسي. أما بالنسبة لزيارة بوتين إلى روستوف حساني وإلى ماريوبيل، الخبراء يصفون هذه الزيارة على أنها زيارة مهمة وزيارة كان لابد أن يقوم بها بوتين إلى هذه المناطق. واضح ما تقول حسين لو تسمعني. وهنا كما قلنا أن بوتين يريد أن يوجه عدة رسائل إلى الجانب الأوكراني في أثناء زيارته إلى مدينة ماريوبيل. أشكرك من موسكو، كنت معي مباشرة مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. أشكرك حسين. إلى فرنسا، حيث تتواصل اليوم في مختلف المدن الفرنسية المظاهرات الاحتجاجية ضد تمرير التعديلات الهادفة إلى رفع سن التقاعد. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في فرنسا في وقت سابق أن الشرطة ألقت القبض على 81 شخصا في العاصمة باريس إثر أعمال تخريب أثناء الاحتجاجات. وحضرت السلطات الفرنسية قبل يومين التظاهرة في شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد بالعاصمة سعيا لإقرار النظام العام ولعدم الإخلال به. هذا ينضم إلينا حول هذه الاضطرابات والمظاهرات من مرسيليا خالد الشقير مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك إذن خالد، وكما تحدثنا منذ عدة أسابيع حقيقة حول الاحتجاجات والإضرابات على رفع سن التقاعد، يبدو أن هناك أيضا الجديد، لأن قوات الأمن هنا يبدو أنها أظهرت القبضة الأمنية بأنها ألقت القبضة على عدد من الأشخاص في باريس وفي عدة مدن أيضا، فكيف تسير الأمور إلى الآن خالد؟ نعم حساني، بعد التحية، منذ قليل صرحت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 169 بعد مظاهرات واحتجاجات الأمس على كامل التراب الفرنسي، من بينهم 122 مشاغب على حد وصفها في العاصمة الفرنسية باريس وحدها، منهم 112 بساحة إيطاليا و10 بساحة كونكورد التي كانت قد اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بعدم السماح بالتظاهر أو حتى للوصول إلى هذه المنطقة لأنها بالقرب من الجمعية الوطنية الفرنسية من ناحية وقصر الإليزي. إذن قبضة حديدية من قبل قوات الشرطة والدرك الفرنسي، ليس فقط الحقيقة في العاصمة الفرنسية باريس بل أيضا في جميع المدن الفرنسية حساني، التي تشهد على مدار هذه الأيام عدة احتجاجات قبل
التظاهرة الكبيرة المنتظرة والمتوقعة والإضرابات التي ستكون الخميس القادم والتي أعدت لها الفيدراليات العمالية العدة حتى تكون أكبر تظاهرة تشهدها فرنسا، وتتمنى أو ترغب الفيدراليات العمالية أن تتخطى العدد الذي كانت قد حطمته أكثر من 3.5 مليون متظاهر في الشوارع والميادين الفرنسية يوم الخميس القادم في 23 من هذا الشهر. يعني إذن يعني مع التوقع بهذه التظاهرات القادمة كما قلت خالد يوم الخميس، هل هناك ردة فعل من قبل القوات الأمنية أو حتى من قبل الحكومة لمحاولة إثناء هؤلاء عن التظاهر؟ الحقيقة يعني القبضة الأمنية حساني كانت بطلب من وزير الداخلية جيرال دارمانا بالأمس بأهمية الحفاظ على أمن المنشآت الفرنسية، وقد رصدنا أيضا بكاميرا القاهرة الإخبارية الحقيقة يوم الأمس تواجد عربيات الشرطة بكثرة أمام المباني عندما نتحدث عن مباني الحكومية البلديات وغيرها بعد أن تعرض مبنى الحي الرابع ل بلدية ليون للتخريب. الجديد في صباح هذا اليوم استيقظنا على خبر تهديد رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي وهو عضو في البرلمان الفرنسي عند إيرات نيس بمقر حزبه. كانت هناك كتابات ضده ورد عليها إريك سيوتي بأن هذا يستهدف تصويت الحزب لصالح سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن وأن هذا لن يحدث. وزادت المطالبات أن على وزارة الداخلية الفرنسية بعد أن تقوم بحراسة المباني الحكومية الآن عليها أن تقوم بحماية الأفراد البرلمانيين وأعضاء البرلمان والأعضاء المحليين، بعد أن تلقت أيضا إحدى نائبات عن حزب الجمهوريين الفرنسي الذي يكون حكما يوم الغد في التصويت على حجب الثقة الفرنسية أنها تلقت أكثر من 400 إيميل تهديد مما يسمون أنفسهم إرهابيين جدد تحدثت عنها وتحدث عنها إريك سيوتي. إذن نحن أمام مشهد جديد يمكن اعتباره مشهد خطير في فرنسا، والتهديد الآن لا يصل فقط إلى المباني الفرنسية أو المباني الحكومية ولكن يصل إلى الأفراد والنواب في البرلمان الفرنسي. لكن هل هذه التهديدات التي قلت عليها أنها جديدة حقيقة في المشهد الفرنسي خالد يمكن أيضا أن تظهر لنا في الفترة القادمة ثمة خلافات ما بين أعضاء الحكومة من الوزراء مثلا والبرلمانيين حول سن التقاعد، وبالتالي قد يعني نرى أن هناك جديدة في هذا الموضوع؟ الحقيقة الأجواء بالفعل هي ملتهبة حساني داخل أورقة البرلمان الفرنسي، وبصفة خاصة أن غدا نحن نترقب والحكومة الفرنسية نفسها تترقب هذا التصويت بحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن. من المعروف أن لحجب الثقة عن الحكومة لابد من الحصول على 287 صوت. الأحزاب اليسارية وحزب التجمع الوطني أو اليمين المتطرف لمارين لوبان وجوردان بارديلا لا يملكون هذه الأصوات، ولكن كانت هناك مطالبات تم طلبها من البرلمانيين الذين هم متواجدين في البرلمان من أعضاء حزب الجمهوريين إلى العريق، والذي حتى الآن يظهر أن هناك 4 أو 5 أعضاء فقط من هذا الحزب سيصوتون مع حجب الثقة. والآن بتزداد يعني الأجواء المشحونة تارة بالاتهامات وتارة أخرى بعملية إغراء أعضاء هذا الحزب، جاء هذا على لسان حزب التجمع الفرنسي اليمين المتطرف الذي قال أنه في حال تصويت أعضاء حزب الجمهوريين على حجب الثقة فإننا نعيد بأن لا نترشح أو نتقدم بمرشح في الانتخابات القادمة في الدوائر التي سيكون فيها أحد أعضاء حزب الجمهوريين في إطار محاولة لإغرائهم حتى تستطيع المعارضة الفرنسية حساني القيام بإسقاط حكومة إليزابيث بورن. هذا الأمر يبدو صعبا ولكنه ليس مستحيلا. ويبدو في الأفق كما قلت خالد إذن هناك جديد في هذا الموضوع، يعني ثمة خلافات وتهديدات أيضا كما قلت لأعضاء البرلمان، وقد يؤدي هذا إلى تراجع أو ثمة يعني حلحلة في الأمور. أشكرك إذن من مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير، كنت معي مباشرة. أشكرك خالد.
إلى العراق. وتحت شعار العراق 20 عاما ماذا بعد، انطلقت فعاليات مؤتمر بغداد للحوار بنسخته 5. يشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر 2 عشرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق ومن خارجه. الحوار يشتمل على جلسات تتركز حول العراق، التغير المناخي، الاستثمار والطاقة أيضا. وخلال كلمات الافتتاحية بالمؤتمر أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن مكافحة الفساد هي المعركة الكبرى للبلاد، وصفا هذه الآفة بالجائحة. وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن بلاده استعادت مكانتها الطبيعية كحاضنة للحوارات، وأشار إلى أن حكومته رسمت برنامجا طموحا للنهوض بالبلاد، لافتا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في استعادة ثقة المواطن. مكافحة جائحة الفساد، تلك المعركة الكبرى التي إن تهاوننا فيها خسرنا كل معاركنا الأخرى، والانتصار لا يأتي إلا من خلال التعاون بين كل مؤسسات الدولة، فتضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية سيعبد الطريق أمام تحقيق كل الأهداف المرسومة التي لا نبتغي منها سوى وجه الله والعراق ورضا الشعب على دولة. ومن بغداد معنا مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. إذن أحييك هبة وأنت معي مباشرة، أتحدث حول هذا المؤتمر المهم، مؤتمر انطلقت نسخته 5 تحت شعار العراق 20 عاما ماذا بعد كما هو مكتوب على شاشة القاهرة الإخبارية. هلك إذن هبة أن تحدثيني عن هذا المؤتمر وعن أبرز المشاركين فيه وأن أيضا أهم ما يدور فيه من فعاليات. نعم يا حساني، بداية تحية طيبة. اليوم انطلقت فعاليات مؤتمر حوار بغداد الذي يعني يستمر يومين، كان هذا يعني في الفعاليات يوجد الكثير من الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية موجود في هذا المؤتمر. المؤتمر يتضمن برامج يعني كثيرة وحوارات كثيرة تقوم فيها يعني السياسيين الموجودين، أيضا برعاية رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني، وأيضا يعني يتضمن برنامجه حوكمة ومكافحة الفساد وحرية التعبير ودور الوسائل التواصل الاجتماعي والنظام المصرفي في العراق. طبعا أكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني في مؤتمر حوار بغداد بعد 20 عاما وماذا بعد، يعني أن حكومته تتهاون مطلقا على مواجهة جائحة هذا يعني في مواجهة جائحة الفساد المستشري في جميع دوائر الدولة، وأن حكومته تسعى ومن ضمن حكومته وأولوياته هي مكافحة الفساد رسميا، وطموحه يشمل النهوض في العراق متطور، عراق جديد، عراق له مكانته الخاصة من جميع دول العالم حتى الإقليمية والعربية. وأيضا خلال كلمته في المؤتمر قال استعادة العراق مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات، وكذلك جميع المؤتمرات والفعاليات تكون موجودة في بغداد. يعني العراق في تطلع مستمر، العراق في مرحلة جديدة، مرحلة أنه كتب هو دستوره في نفسه، يعني مثل ما قال رئيس الوزراء يعني العراق في عام 2003 أصبح صاحب قرار في رسم هذا المستقبل، مستقبل اختيار لنفسه، دستور دائم في عام 2005، وكذلك جميع الأمور وحتى حريات التعبير وحريات التي تتزايد. وهناك أيضا تحديات ومخاطر حول تجربة العراق بسبب يعني القصص الكثيرة والأخبار الكثيرة والأمور تحصل في المناطق الكثيرة في محافظات العراقية، وحتى في احتلال تنظيم داعش السابقة في 2014. والعراق له تحديات كبيرة واجهها وله أيضا بطولات رائعة وخضوا أشرس المعارك التاريخية لتحرير أراضيه من أسوأ عصابات إرهابية تكون في جميع المحافظات العراقية. وأيضا العراق يعني عبر محن كبير كانت متلكئة وكانت واضحة، وأيضا هنالك كانت يعني العديد من الأمور الراسخة والموجودة في مؤسسات الدولة. العراق خاضع لجميع الأمور، وحتى هنالك
هنالك يعني في حكومته، حكومة محمد شياع السوداني، هنالك حكومة جديدة، حكومة يعني مكافحة الفساد وحكومة بناء وتطور واستثمار ومكافحة البطالة، وأيضا يعني حكومة أنه تكون مساندة للطبقات الفقيرة وشريحة المتقاعدين والكثير من المفاصل حتى الاقتصادية. البلد يتحرك في فرص عمل جديدة، البلد يتحرك في تطور الخدمات ومكافحة الفقر وتوسيع دائرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية وأيضا إحياء الضمان الصحي والكثير من الأمور والفعاليات في القطاع الخاص. هذا ما قاله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر حوار بغداد. وهو تحدث أيضا هبة على أن التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن العراقي. هناك جلسة في اليوم الثاني لهذا المؤتمر، جلسة مفتوحة للحوار يعني لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترى هل يتحدث في مكافحة الفساد فقط أم أنه أيضا يمكن أن يتحدث في أطروحات لاستعادة ثقة المواطن العراقي مرة أخرى؟ نعم هنالك جلسة ثانية ستقوم بها يوم غدا ستكون هذه الحوارات مفتوحة مع رئيس حكومة العراقية محمد شياع السوداني. ستكون هذه ستعقد أيضا جلسات حوار حوكمة ومكافحة الفساد، ومثل ما قلت قبل دقائق أنه دور وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز عناوين أنه حتى مكافحة العراق يكون هناك في تحديات كثيرة في تغير المناخ وفي أيضا يعني الأمور أخرى مثل النفط والطاقة وأن العوامل التحسين أيضا الاستثمار. وسيشهد أيضا حوار مفتوح مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع أيضا الكثير من الموجودين من القطاع النفط والاقتصاد والكثير من المسؤولين من سياسيين وأمنيين واقتصاديين. نعم إذن دعينا نتابع معك ما سوف يمكن أن يحدث من المستجدات في أيام هذا المؤتمر في العراق الذي يأتي تحت شعار العراق 20 عاما ماذا بعد. هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معي من بغداد مباشرة، أشكرك هبة. قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنه أجرى مع رئيس السوري بشار الأسد جلسة مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. أضاف الشيخ محمد بن زايد أن المباحثات مع الأسد تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا وفي المنطقة. كان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية. ومعي هدير صبري مراسلة القاهرة الإخبارية مباشرة من دبي. إذن بعد التحية هدير، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، فكيف تبدو مراسم هذا الاستقبال والمباحثات التي تجرى بينهما؟ مرحبا بك حسيني. بالفعل وصل منذ ساعة تقريبا سيادة الرئيس بشار الأسد إلى أرض الإمارات، وكان في استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وطبعا فور وصول طائرة إلى الأجواء الإماراتية كان هناك طائرة حربية تستقبل يعني سيادة الرئيس بشار الأسد احتفاء واحتفالا بقدومه إلى أرض الإمارات. وفور النزول من الطائرة كان في استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأيضا سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وأيضا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. الجميع كانوا في استقبال سيادة الرئيس بشار الأسد وحرمي السيدة أسماء الأسد. طبعا اصطحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيادة الرئيس إلى منصة الشرف احتفاء واحتفالا وتكريما لحضوره، وأيضا تم إطلاق أو أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء به، وأيضا كان هناك مجموعة من الشرف موجودين داخل ساحة الوطن أو قصر الوطن، كانوا جميعهم في استقبال سيادة الرئيس بشار الأسد. أما بالنسبة للمباحثات ما بين الطرفين، كان أصدر منذ قليل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تويتا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مفاجأة بأن هناك مباحثات مشتركة بين البلدين يعني لحفاظ وأمن واستقرار المنطقة، وأيضا يعني كل ما هو جديد بالتأكيد سنوافي حضراتكم به على شاشة القناة.
لكن هل هذه الزيارة هدير يعني فقط يعني زيارة سريعة أم أن هناك أيضا قد تمتد إلى أيام؟ وهل يعني جاء مع الرئيس السوري بشار الأسد وفد مكون من عدة وزراء أم ماذا؟ بالتأكيد هناك يعني المعلن حتى الآن هو وجود السيدة حرم رئيس جمهورية سوريا بشار الأسد، حرم السيدة أسماء الأسد، وأيضا السيدة أسماء الأسد تقوم ب يعني مقابلة أم الإمارات الشيخة فاطمة داخل الإمارات هنا، وأيضا هناك أيضا بعض الوزراء كانوا في يعني الجموع الموجودة مع سيادة الرئيس، وأيضا كانت استقبالهم أيضا مجموعة أخرى من الوزراء ومنهم الدكتور أنور قطاش يعني نائب رئيس الوزراء هنا في الإمارات، كان موجود في ضيافة أو في اصطحاب بشار الأسد داخل دولة الإمارات. أشكرك إذن مراسلة القاهرة الإخبارية هدير صبري من دبي، كنت معي حول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. أشكرك شكرا جزيلا هدير. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لكي نواصل معكم أبرز الأحداث هذا اليوم في جولة المراسلين، انتظرونا. هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، نعود مرة أخرى إلى استكمال جولة المراسلين مع مراسل القاهرة الإخبارية في عواصم العالم المختلفة. نتجه معكم إلى الملف اليمني، حيث أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي خيار السلام مع دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب ولتحقيق السلام المستدام في اليمن. أشار عبد الملك إلى تعنت ميليشيا الحوثي في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة، مؤكدا أهمية التوصل إلى سلام مبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها. ينضم إلينا من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي مباشرة بعد التحية. إذن إياد، أتحدث معك على يعني التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي اليمني بخيار السلام كما عبر عنه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، فكيف تضبط تفاصيل هذا الأمر؟ ويعني ما الرسائل التي يمكن أن توجه لهذا الأمر وأيضا لميليشيات الحوثي؟ مساء الخير حساني. نعم، كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء أمس بعد إعلان الاتفاق السعودي الإيراني. أراد رئيس مجلس الوزراء أن يوصل رسائل يعني بموقف الحكومة اليمنية من هذا الاتفاق السعودي الإيراني، مباركة هذا الاتفاق، وإيصال رسالة نحن مع جهود السلام وأيضا ندعم السلام. وكان هذا الموقف ليس هو الموقف الأول، يعني في الحقيقة المجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يعني قدمت الكثير من التنازلات وقدمت الكثير من يعني بالدعم للجهود الدولية والإقليمية في إطار وجود إيجاد حل سياسي شامل في اليمن. لكن هذه الرسائل هي تعتبر هي الموقف الأول للحكومة اليمنية بعد الموقف السابق الذي يعني حددت فيه أنه التعامل بحذر مع يعني الموقف الإيراني، أو اليمنيين أو السلطات هنا لم تعد تثق بأي اتفاقات مع ميليشيات الحوثي بعد كثير من الجولات وكثير من المفاوضات التي عقدت سواء في جنيف أو في الكويت أو في مسقط. فكان هناك تعامل بحذر، لكن اليوم يبدو أن الحكومة حددت موقف إيجابي في التعاطي مع هذه العملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي في مسقط. كما حدثت المصادر أمس لمصادر خاصة للقاهرة الإخبارية أن الاتفاق أو المشاورات تجري على قدم وساق في مسقط، وهناك أيضا نتائج إيجابية، لكن يبدو أن ميليشيات الحوثي تتعنت في بعض الشيء. المشاورة تدور وفق ثلاثة جوانب، هي أولا وقف الإطلاق النار
تجديد الهدنة بشكل أوسع وأيضا الإطار العام للحل الشامل. لن نستبقي الأحداث يعني في الدخول في التفاصيل في الحل الشامل للقضية اليمنية، لكن يحاول المبعوث الأممي أن يحشد الدعم الدولي والإقليمي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وهدنة بشكل موسع، ومن ثم الدخول بعملية سياسية ومناقشة الإطار أو الإطار الحل الشامل للأزمة اليمنية. هذه هي التفاصيل يعني الجديدة. هذه النقاط الثلاثة التي ذكرتها الآن ويستند إليها خيار السلام، هل هناك نقطة معينة تعارضها ميليشيا الحوثي وبالتالي هي التي تعرقل هذه الخيارات السلام؟ نعم، ميليشيات الحوثي لم تبدي جدية في الدخول بعملية السلام أو إثبات حسن نية سواء في كثير من الملفات. هناك تجري مفاوضات في جنيف بإطلاق الأسرى، جميع الأسرى. هذا الملف الإنساني هو إثبات حسن نية للدخول بعملية سلام وأيضا حلحلة بقية القضايا المعقدة والإشكاليات الموجودة على طريق الحل، يعني إنهاء الأزمة. في هذه التعنت يعني سواء في ملف الأسرى، سواء في ملف رفع الحصار عن المدن، سواء في ملف يعني عدم تهديد السفن النفط وأيضا الحصار التي تفرضها هذه الميليشيات على يعني تنقلات المواطنين ما بين المحافظات المحررة وغير المحررة، يعني لم تبدي الميليشيات يعني حسن نية تجاه كثيرا من القضايا. ولهذا الحكومة بحسب يعني البيان أمس أو بحسب تصريح رئيس الوزراء إنها تتعامل بحذر ولم تبدي يعني هي تبارك الاتفاق السعودي، ربما أن يكون يعني توجه لإيران بعدم تمويل هذه الميليشيات بشكل أكبر ويعني عدم تزويدها بالسلاح وأيضا بالخبرات العسكرية وأيضا الدعم السياسي لهذه الميليشيات. صحيح. ربما أن الاتفاق السعودي الإيراني يعني قد يكون أرضية لعملية سلام لإقناع الميليشيات ب يعني الكف عن تعنتها أو أي يعني تبدي مرونة في التعامل مع ملف المشاورات. صحيح. وطبعا يعني كما قلت إياد، إذا في نقطة مهمة وهي إمداد يعني ميليشيا الحوثي بالأسلحة يطيل أمد الصراع والأزمة، وبالتالي أيضا الحصار الذي تحدثت عنه لعدد من المدن هو الذي يؤدي إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها الكثير من اليمنيين حقيقة. فماذا عن هذه المأساة التي يعيشها اليمنيين؟ نعم، ينتظر نقص البنية التحتية وغيره وعدم وجود مساعدات إنسانية لازمة لهم. نعم، الأزمة الإنسانية يعني هي أزمة كبيرة وتحدثت عنها منظمة دولية، وأيضا الوضع إضافة إلى الأوضاع الإنسانية هناك يعني أزمة اقتصادية خلقتها الميليشيات بعد يعني استهداف الموارد الدولة سواء في، وهذا ما تحدث عليه أمس مجلس الوزراء أنه يبحث عن يعني عن موارد أخرى بديلة غير موارد النفط والغاز وخلق موارد جديدة سواء عبر الضرائب وعبر وأيضا توقف الرواتب كانت مشكلة بالنسبة لليمنيين. كل هذه المشكلات الاقتصادية أزمت من الموضوع الإنساني وفاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة في اليمن، وكل هذه الأسباب يعني حقيقة هو وراها يعني الأزمة أو الحرب الطاحنة التي يعني استفحلت دون أن تقدم ميليشيات الحوثي أي مرونة في التوصل لوقف الحرب. ما هو الآن حاصل أو ما يأمله اليمنيون هو أن تكف إيران عن دعم هذه الميليشيات أو انخراطها في ضمن الاتفاق السعودي الإيراني يعني أن تسهم هذا الاتفاق بنوع من المرونة تقدمها الميليشيات، سيما وهم يخوضون الآن مناقشات والمبعوث الأممي يتحرك. الآن كان هناك اجتماع مع يعني كان في زيارة إلى المملكة العربية السعودية وكان زيارة إلى طهران وزيارة أيضا إلى عمان، والتقى ب يعني رئيس مجلس القيادة وأيضا لقائه بكثير من السفراء، يعني تحركات دولية وجهود دولية على في مسارين، المسار الإنساني وأيضا مسار إيجاد حل سياسي للأزمة القائمة. نعم، لكن هنا يعني إياد يعني حقيقة الموضوع يعني مستمر، ما طالما أن هناك إمداد للميليشيات الحوثي بالأسلحة
وطالما ايضا ان هناك الحل ياتي يعني من خارج اليمن، لانه الحديث حول الحل اليمني اليمني او حتى الحل العربي هو المهم. انا على العموم يعني اشكرك جدا على هذا الطرح وهذه التفاصيل. يعني لو انت تسمح لي اشكرك جدا. من عدن كنت معي مراسل القاهره الاخباريه اياد الموسمي، مراسل القاهره الاخباريه مباشره. شكرا لك اياد. انطلقت الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا أمس السبت بشكل رسمي، تستمر حتى يوم 13 من مايو المقبل، وهو يوم السبت الذي يسبق الانتخابات المقررة يوم 14 من مايو. الأحزاب بدأت في تقديم مرشحيها للمجلس الأعلى للانتخابات، وهي المرحلة التي تستمر حتى يوم 23 من مارس، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في هذه الانتخابات في يوم 31 من مارس. يتنافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات ممثلا عن تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب أخرى. أما تحالف المعارضة الطاولة السداسية فقد رشح ممثل حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو للمنافسة في هذه الانتخابات. أما في الانتخابات البرلمانية فيتنافس مرشح 36 حزبا لشغل 600 مقعد بالمجلس النيابي. من أنقرة ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد مباشرة. إذا بعد التحية عمر، يعني هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت، هل لك أن تحدثني عن هذه الانتخابات وأيضا انطلاق الحملة الدعائية، وهناك أيضا فيما يتعلق بيوم الصمت أو أيام الصمت الانتخابية؟ نعم حساني، بعد التحية، اليوم تبدأ عمليات التقدم بطلبات الترشح لرئاسة الجمهورية من قبل السياسيين الذين سبق وأن أعلنوا عن نيتهم للترشح للانتخابات الرئاسية. حتى الآن العدد هو 5: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كمال كلشترو عن مرشح المعارضة، دو بيرينتشيك عن حزب الوطن، وكذلك محرم إنجي حزب البلد، وكذلك سينان أوان عن تحالف الأجداد أو الجد الذي يقوده حزب النصر. هؤلاء المرشحين طبعا يمكنهم اليوم الترشح، من يملك أي حزب يملك على الأقل 20 نائب في البرلمان يتقدم بترشيح مرشحه الرئاسي، وإما إن لم تمتلك هذه الأحزاب نوابا في البرلمان فعن طريق جمع 100,000 صوت من المواطنين الأتراك. طبعا الذين يجمعون 100,000 صوت سوف تنتهي المهلة المقدمة إليها غدا، أما الذين يتقدمون عن طريق الأحزاب فليوم 23 مارس. بعد ذلك في 31 مارس ستعلن القائمة النهائية للمرشحين الرسميين، وتبدأ الحملة الانتخابية وحملة الترويج لهؤلاء. يوم الصمت هو يوم 13 من مايو، قبل يوم الانتخابات بيوم واحد، في الساعة 6 مساء سوف تمنع أي عملية ترويج للانتخابات، يعني تعطى هذه المهلة للمواطن التركي حتى يقرر لمن سوف يصوت في الانتخابات. يوم 14 من مايو هو يوم الانتخابات حتى الساعة 5 مساء بتوقيت تركيا. حتى الساعة 6 سوف يمنع أيضا الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، أو حتى ستمنع وسائل الإعلام من توقع حتى نتيجة الانتخابات. سوف تكون اللجنة العليا للانتخابات هي الوحيدة المسؤولة عن إعطاء التصريحات في هذا المجال حتى الساعة 9 مساء، وبعد ذلك يتم طبعا متابعة نتائج الانتخابات. في حال انتهت الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى ستكون انتهت، وإن لم تنتهي سوف تقام الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 من مايو القادم حسان. لكن يعني الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المناطق في جنوبية تركيا، هل تأثرت هذه المناطق بالدعاية الانتخابية أو الحملات الانتخابية أو حتى تقديم مرشحين فيها عمر؟ بكل تأكيد حساني، عن طريق طبعا معدل التصويت الذي سوف يكون في تلك المناطق. يوم أمس نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي قال بأن حوالي 345,000 مواطن فقط هم من نقلوا أماكن إقامتهم من المناطق المنكوبة إلى مدن أخرى انتقلوا إليها.
هذا الرقم يعني ليس كبيرا أبدا، لأنه نحن نعلم بأن حوالي أكثر من 2 مليون إنسان انتقلوا من مناطق الزلزال، من المناطق المنكوبة إلى مدن أخرى في تركيا، وإن لم يقوموا بنقل أماكن سكنهم فهم لن يستطيعوا التصويت في هذه الانتخابات. نعم. والمهلة المقدمة للمواطن لنقل مكان إقامته انتهت في 17 مارس الجاري، وبالتالي إما أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات يعني إنتاج حل مناسب لهؤلاء أو لن يكونوا قادرين على الإدلاء بأصواتهم. أشكرك على هذه التفاصيل مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد، كنت معي مباشرة من أنقرة، شكرا لك عمر. إلى النمسا، حيث ذكرت تقارير محلية نمساوية أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشهد صراعات داخلية على قيادة الحزب بعد الخسارة القاسية بالانتخابات المحلية لمقاطعة كارنتين أحد مقاعد الحزب. التقارير أفادت أنه في حال استمر هذا الصراع فإن الحزب سيعاني من هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية القادمة وسط تقدم كبير في استطلاعات الرأي لحزب الحرية اليمين الشعبوي الذي يقوده هيربرت كيكل، وهو أحد أشد معارضي ملفات الهجرة واللجوء إلى البلاد. ومن فيينا مراسل القاهرة الإخبارية خالد أبو بكر معنا مباشرة. إذن أحييك خالد، نتحدث على الانتخابات التي تجري في النمسا هنا وتقارير التي تتحدث على أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشهد صراعات داخلية على قيادة الحزب بعد أن هزم طبعا في الانتخابات المحلية للمقاطعة، فكيف تبدو التفاصيل هنا خالد؟ تحياتي إليك حساني. بالفعل يعاني الحزب الديمقراطي الاشتراكي الديمقراطي SPO في النمسا من صراعات داخلية أعقبت تراجعه في الانتخابات المحلية التي جرت في ولاية النمسا السفلى في يناير الماضي، لكن ما أدى إلى تطور الأحداث بشكل دراماتيكي هو إعلان الحزب في ولاية بورجلاند ما يمكن أن نقول إنه عصيان على قيادة الحزب الفيدرالية في فيينا، وذلك بعد أن انتقدت رئيسة الحزب حزبها في بورجلاند، أعلن الأخير عن عدم توريد اشتراكات الأعضاء لفيينا، وعلى أثر ذلك جرى اجتماع للهيئة العليا للحزب قبل عدة أيام وانتهت إلى الإعلان عن انتخابات رئاسية بين السيدة فاغنر رئيسة الحزب وبين رئيس الحزب في بورجنلاند، ونستطيع أن نقول أن دوليسكي رئيس الحزب في بورجنلاند نجح في اجتماع الهيئة العليا في أن يتقدم بمجموع النقاط بانتزاعه قرارا من الهيئة العليا بأن التصويت على رئاسة الحزب تكون للأعضاء أو القواعد كما يسمونهم، وهو الذي كان قاصرا على المندوبين فقط. الحقيقة حساني أود الإشارة أيضا إلى أن هناك أزمة في تضرب عدد من الأحزاب الرئيسية الكبرى، فاستطلاعات الرأي الأخيرة يعني كشفت عن تقدم كبير جدا لحزب الحرية اليميني المتطرف متقدما على SPO الاشتراكيون الديمقراطيون المشتركين الديمقراطيين وأيضا حزب الشعب الحاكم. فبالأمس جرى تحالف ما بين حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه المستشار كارل نيمر وبين حزب الحرية اليميني المتطرف، وهو ما أدى إلى موجة انتقادات واسعة لحزب المستشار النمساوي. على الفور جاءت الانتقادات من داخل حزب الشعب نفسه من خلال عدد من الاستقالات، لعل أهمها كان لوزيرة الصحة السابقة أندريا جولويسكي، وهو
ما بررته بأن حزبها يندفع بقوة ناحية اليمين وهو ما اضطرها للاستقالة. أيضا جاءت الانتقادات لحزب الشعب الحاكم من شريكه في الائتلاف المتمثل في حزب الخضر، فأعلن نائب المستشار وهو زعيم حزب الخضر أيضا فيرنر كوغلر عن أسفه لذلك التحالف الذي جرى بين حزب الشعب وبين حزب الحرية اليميني المتطرف. صحيح. وقال إن حزب الشعب في تبريره لهذه الخطوة قال إننا نعمل على توحيد النمسا، وقال نائب المستشار لست أدري كيف يعملون على توحيد النمسا وهم في ذات الوقت يتحالفون مع أولئك الذين يمجدون الأغاني النازية. نعم واضح طبعا يعني خالد، إذن في النهاية لو أن الصراعات استمرت في النمسا سوف نجد الجديد هنا حقيقة، وهنا أوراق اللعبة قد تتقلب. وأشكرك إذن على هذه التفاصيل من فيينا. خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة، شكرا خالد. أخيرا إلى اليونان، حيث أعلنت الحكومة اليونانية إقالة قائد الشرطة على خلفية المواجهات ما بين قوات حفظ النظام ومتظاهرين منذ حادث تصادم قطارين في 28 من شهر فبراير الماضي. أوضح مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن إقالة كونستانتينوس سوكوماس جاءت بعد أقل من شهرين على تعيينه في هذا المنصب. يأتي الإجراء بعد أن واجهت الشرطة انتقادات بسبب تعاملها مع التظاهرات التي انطلقت بعد الحادث والذي أوقع 57 قتيلا وكان الأسوأ في تاريخ اليونان. وينضم إلينا من أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. أهلا بك عبد الستار مباشرة معنا من أثينا عاصمة اليونان. نتحدث حول إقالة قائد الشرطة، ولكن لماذا جاءت هذه الإقالة في هذا التوقيت؟ لأنه قد تم تعيينه يعني منذ حوالي شهرين. نعم حساني بعد التحية، بالفعل من قرار المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع وهو أعلى هيئة في البلاد قرر بالإجماع إقالة رئيس الشرطة الحالي إسكوماس وتعيين القائد تعيين الجنرال لازوراس مافروبولوس قائد جديد للشرطة. قرار الإقالة جاء الآن وفقا للحكومة اليونانية ووفقا لمكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه للتعامل أو الخاطئ مع المتظاهرين اليونانيين الذين يخرجون في تظاهرات عديدة منذ حادث اصطدام القطارين في 28 من فبراير الماضي. نحن يعني شاهدنا تظاهرات كثيرة جدا، خلال التظاهرات يوجد بعض الفوضويين أو بعض الشباب الخارجين بمواجهات مع الشرطة، ولكن الشرطة تقوم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وقنابل صوتية مما يزعج الكثير من المتظاهرين من كبار السن والمتظاهرين الذين يريدون التعبير عن مشاعرهم تجاه ما حدث. يعني فليس معنى أن بعض الشباب أو بعض الفوضويين يقومون بذلك تقوم الشرطة بمثل هذه الأفعال، ولذلك واجهت الحكومة انتقادات كثيرة من أحزاب المعارضة، والذي أكد ذلك هو كاميرات المراقبة في شوارع أثينا التي أظهرت بعض التعاملات الغير لائقة من قبل قوات حفظ الأمن. نعم. مع المتظاهرين السلميين، وأيضا هناك آلية هذه الكاميرات أو الفيديوهات عبد الستار أظهرت مدرعة. أيضا نعم. دهس عربة الشرطة للمتظاهرين. نعم مدرعة كانت تسير بسرعة كبيرة جدا في شارع بني بستميو وسط أثينا، ويعني اصطدمت بصناديق القمامة، وأيضا كان ممكن من المحتمل أنها تقوم باصطدام بعض المتظاهرين وتحدث حالات إصابة أو وفيات، وهو هذا الشيء يعني ليس مفضل نهائيا في اليونان هنا. نعم. حتى يعني أشير لك حساني، حتى المجموعات الإرهابية هنا في اليونان عندما تقوم بوضع قنبلة في مكان ما للتخريب تقوم بالاتصال بقنوات التلفزيون أو بجهة معينة وتقول نحن وضعنا قنبلة في المكان الفلاني وسوف تنفجر بعد كذا كم دقيقة مثلا،
حتى تستطيع الشرطة أن تذهب إلى المكان وأن تخلي المكان حتى لا يكون هناك حالات إصابة أو حالات وفيات. يبدو أن التداعيات مستمرة إذن عبد الستار في الفترات القادمة حقيقة، ومواجهات أيضا كثيرة في اليونان. أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة من أثينا، كنت معنا مراسل القاهرة الإخباري عبد الستار بركات مباشرة. أشكرك عبد الستار. إلى هنا تنتهي معكم جولة المراسلين، كان معنا اليوم شبكة المراسلين الكثيرين في أنحاء العالم المختلفة، معنا كحسين مشيك من موسكو، كان معنا أيضا خالد الشقير من مرسيليا، هبة التميمي كانت معنا من بغداد، هدير صبري من دبي، إياد الموسمي انضم إلينا من عدن، عمر أحمد كان معنا مباشرة من أنقرة، خالد أبو بكر كان معنا من فيينا بالنمسا، وأخيرا كان معنا عبد الستار بركات من العاصمة اليونانية أثينا. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت. يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد فيرتيكال 11747، وأيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. إلى ملتقى.